قال هذا عجبتني كلمة قالها سيل هاشم، قرار سياسي؟ لا، الضمير، لأنه القضايا يتعامل لانتيم كونفيكسيون، قريناه مع الضمير. سيل هاشمي وللأسف أعلمك رسميا وأنه الضمير تم اغتياله في مناسبتين. خليه يكون مستتر. لا ضمير القضائي تم اغتياله. باش نقول هيك من الاخر باش الناس ما بدوش، خاطر انا ما نحبش الشعارات، انا نحب الواقع. انا لو كان جيت قاضي وسمعت الكلام اللي قالوا اخر مره رئيس الجمهوريه، رئيس المجلس الاعلى للقضاء اخر مره الجمعه اللي فاتت اللي تعدات، ما استقبلوا على اساس استقبلوا الحركه القضائيه. شوفوا البلاغ نتاع على صهبط على صفحه رئاسه الجمهوريه، يحكي على التآمر على قوت التونسيين والتجويع و و و و انا نكون جيب لك من الاخر. انا لو كنت جيت قاضي ويجيبوا لي واحد متهم بالتآمر على قوت التونسيين، نوقفه من غير ما نقرا الملف. ما تحب نحكيه بالرسمي ولا؟ اذا انا كقاضي عندي المرسوم 11 وعندي المرسوم خاصة مرسوم النكبة 35 اللي الرئيس ينجم يعفي به قاضي مباشرة دون مرور بالمجلس ودون من أنه يسألوه ولا يجوب. أنا أخويا عندي صغار يقراو وعندي التزامات مع البنكة، باي أنا مش نطبق الضمير و مش نقع روحي مرمي في الشارع، ما عنديش باش نشري خبزة. يلزمنا نحكيو الواقع. الشعارات مهمة، شنو باش نضحي؟ نضحي أني من وقفش واحد وأني أنا غدوة نطلع نلم في الشقوفة؟ نولي نلم في الشقوفة؟ مش معقول. النواميس الدولية نتاع العمل القضائي غير متوفرة بالمرسومين 35 والمرسوم 11، أنه رئيس الجمهورية يبسط يده بالكامل على القضاء وينجم عملها في مرحلة أولى، يتقدم للمجلس بطلب في إعفاء قاضي والقاضي هذاك يتوقف مباشرة العمل لمدة شهر، ثم يزيد يقدم الخطوة الثانية أنه يعفي هو مباشرة وإعفاء 57. فهمتني خويا؟ راهم هذوما بشر وعندهم عائلات وعندهم صغار، وتقول له يفتي روحه، يقول يفتي روحه، يفتي حتى بربي يفتي، يقول له يفتي يا ربي، راني انا نعمل في الظلم لاني انا خايف باش نشرد مش ندافع عليهم. انا هذه هي الحقيقه. النفاق انا ما نحبوش. اليوم ما نجموش نحكيه على قضاء شبه مستقل، مش مستقل، شبه مستقل بالمرسومين 11 و35. ماناش مختلفين مطلقا حول المسألة. توا خلينا نكملوا القضية. نرجع لك علاقة بالقضية. بالقضية. أشخاص أسماء شخصيات جديدة على الخط. خلينا نقول لك حاجة. هذايا أنا ما فماش صفقة، وما فماش صفقة. فما تبديل يدين. نعم. وفما ضغوط جات من الخارج. عملوا متنفس شيمة وزادوا معاها الأزهر. في لانه بطاقه تو شوف بالنسبه لشيمه باش نوضحوا من الناحيه القانونيه، قاضي التحقيق ما عادش ينجم يوقفها. اللهم يا خو رخصه من دائره الاتهام، خاطر هي دائره الاتهام سيبتها. لازر العكرمي لم يقع الافراج عنه مؤقتا من دائره الاتهام، تم ابطال بطاقه الايداع تيوريك، ما غدوه حاكم التحقيق ينجم يوقف. خليوها له هذيك كيسيف على رقبته، تعاود تتكلم يعاود التحقيق يقول لك ما هي الاخرى بات لا هي صحيح ويرجعك الحبس. فهمتني؟ المؤشر الخايب في القرارات تاع دائره الاتهام وانه بعد 5 أشهر من البحث اليوم ما يتسيبش غازي الشواشي، ما يتسيبش رضا بالحاج، ما يتسيبش عصام الشابي. يعني الدائره، خاطر شنو هو قرار الافراج هو في الاخر؟ انه الدائره تشوف اما انه ما فماش قرائن متينه على بقاء المتهم موقوف، او انه الصراحه نتاعو لا يخشى لا منه ولا عليه في انتظار المحاكم. انه يقع رفض الافراج على البقيه، مع ذا مؤشر خايب. ودايره الاتهام اليوم حتى كان يزيد يجي ضغط من الاتحاد الاوروبي ولا من عند الامريكان، كونش كان يولي عبث يزيدوا يسيبوا، خاطر انت بعد 5 شهور وتقدمت الابحاث وانت باقي شادة صحيح متحبش تسيب، معناها تعتبر انه فما قرائن مهمة في التآمر على امن الدولة وفي ارتكاب جرائم ارهابية. وهذا مؤشر انه ما فماش توجه من الرئيس نحو
التهدئة. والكلام اللي قالوا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء خطير وخطير جدا. خطير عليش؟ خطير جدا أنه باقي ماشيين في منطقة التصعيد، أنه يا رسول الله يقص الماء في بلاصة تقول تآمر وهذو ما فما ناس قصوا الماء، يودي الزينة من الحكاية هذه فدينا منها. السميد ناقص تآمر، القهوة ناقصة تآمر، الزيت ناقصة، ما فماش تآمر. التآمر الحقيقي اللي واقع ما فماش تآمر. التآمر الحقيقي اللي واقع هو مع الناس اللي يخدموا اللي الرئيس حطهم غادي، لأنهم ما عندهمش كفاءة والدولة فالسة ما عندهاش فلوس ومش قاعدة تجيب في السلعة ويزيونا من الكذب. وكل شيء لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن تفسير الفشل بفكرة التآمر. يزي تاكلت الفكرة هذه. طب خلينا نكمل النقطة نتاع اللي زين، ما لا يمكن تفسير الفشل بالتآمر. يزي وفاء قص، يزي انتهى الموضوع. شوفي غيره، اعطينا تبرير اخر. شنو هذا نهار كل تآمر تآمر تآمر؟ الفشل يفسر بالتآمر وهذا غير مقبول. التصعيد هو انه مش يقع زادة حسب المعطيات. نعم. احياء ملف جلسة النواب اللي عقدوا جلسة عن بعد، هذه كما هي قضية تآمر أخرى زادة. نعم. قضية إذا كان مشينا في مزيد من الإيقافات ومشينا في مزيد من التصعيد، راهو هذا تصعيد سياسي. وراهو اللي يقول اليوم أنه القضاء ينجم يأخذ قرار ولا فما صفقة، ما هو فهم حتى شيء. قضاء راهو يطبق في التعليمات. هاو نقول لكم من الأخر وعندهم الحق، يودي عزلهم يرميهم في الشارع، هاو رماه في الشارع. وحتى جابوا قرار إيقاف تنفيذ محكمة إدارية هاشمي، قال لهم براو بلو وشربوا ماء. القرار ذا تاع إيقاف التنفيذ، طب أنا حاطط حالتني قاضي، عمل لي المرسوم 35 تنجم تعفيني مباشرة. أنا وكيل جمهورية نجي داخل الصباح البيروية، يعرضني البوليس في الشارع من الباب يقول لي هات المفاتح براوح، ونجيب نمشي المحكمة الإدارية ناخذ قرار إيقاف تنفيذ قول لي بلو وشرب ماء. دي شتيت أنا قضاء تحكي عليه؟ قلت لك انت تتعامل متر، انت محامي تمشي كل يوم عند القضايا. القضاء مش مستقل يعني القضايا. شو 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 القضاء؟ شو معناه قضاء مستقل؟ راه مش في قضيه تاع استحقاق وقضيه انا نحب نهش من ويره فلوس وعم بيه قضيه، مش هذا القضاء المستقل. وقتاش نقولوا عليه؟ وقت اللي يكون فم الصراع. نعم. والقضاء يكون شد ليكيليبر. وقت اللي انا الدوله بتجي تاكلني، النظام السياسي يجي باش ياكلني لانه عنده معايا مشكله سياسيه، وقتها يظهر القضاء مستقل ولا مش مستقل، يخضع للتأثيرات أو لا يخضع للتأثيرات. يا سيدي هاو نقول لك أنا إلى حد إلى حد فيفري 2021، من 1956 إلى حد فيفري 2022 ثم إلى حد 31 ماي 2022 القضاء كان نوع ولا نوع مع قيس سعيد، وهذه حقيقة قانونية مش مقاربة قانونية. نقول لك على هنا قبل شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق في عهد بن علي وفي عهد البرقيبة وفي عهد الخونجية وعصابة يوسف الشاهد، القاضي ينجم يمارس الاستقلالية متاعو، فما فاتورة تخلصها. الفاتورة هو أنه يحوسوا بيك في الخريطة شوية وإلا يعطلوا لك الترقيات، أما ما يطردوكش. من بداية من فيفري 2022 ياسي الهاشمي راو يرميوك في الشارع، راو مشينا للتجويع، مشينا إلى قطع الأرزاق حتى البحيري راو. وهذا في مناسبة لا البحيري عملها طيحه بتكربيسة، الرئيس عمل زوز مراسيم ولا عنا قوانين تاو يطبقوا فيها، هذيك عملها طيحه بتكربيسة تعملت مرة برك، أما تاو عندك قانون نافذ، زوز مراسيم نافذين، أنك ترمي الناس في الشارع يعني قضيت على مسألة الاستقلالية. لا تقول لي ضمير ولا تقول لي خاف ربي. إيشنو شو يعمل خاف ربي؟ ما هو مواطن، ما هو عنده عائلة، ما هو عنده التزامات مالية. إيشنو يعمل؟ ما هو كيري، ما هو مخو قرض. ليه ما نجموش نحكيه؟ ما عادش تحكيه لي. أنا بصراحة أنا نتنرفز كي نسمع أنه نجمو نحكيه على شبه قضاء مستقل اليوم في القضايا ذات الصبغة السياسية. وأنا نعاود نقول من دخل السجن بقرار سياسي لن يغادره إلا بقرار سياسي. هاشمي نختم.